السلام عليكم متتبعي قناة اقرأ واستفيد في المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي في درس حساب قياس مساحة المضلعات الاعتيادية. عندنا واحد التمرين يقول: وضع أحد المهندسين المعماريين الأرشيتكت تصميما عجيبا لبناء فيلا، احسب قياس مساحة البقعة الأرضية التي ستبنى عليها هذه الفيلا. إذا هنا مطلوب منا أن نرسمه نحسبوا مساحة ديال واحد البقعة أرضية، وقبل ما نحسبوا خصنا نجزئوا هذا الرسم إلى مضلعات رباعية اعتيادية، يعني غادي نجزئوه إلى مضلعات باش يسهل علينا الحساب ديالو. هنا عندي معين الأول والمعين الثاني، شبه منحرف الأول وشبه منحرف الثاني. اذا هنا كنشوفوا على ان هاد المعينين عندهم الرمز ديال التقايس، يعني معينان متقايسان، وبالتالي هنايا القطر الكبير ديال هاد المعين هو نفس القطر الكبير ديال المعين الثاني، والقطر الصغير ديال هاد المعين هو نفسه ديال هاد القطر الثاني. اذا غنكمل انا الرسم ديال هاد المعينين باش يسهل عليا عمليه الحساب. هنا 100 متر، وغادي نقوم بتجزئة التمرين إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أني غادي نحسب مساحة المعينين، إذن المساحة ديال المعين هي مساحة المعين هي القطر الكبير في القطر الصغير مقسومة على 2. إذن القطر الكبير هنا عندي هو 100 والقطر الصغير هو 60، إذن 100 في 60 مقسومة على 2، 100 في 60 مقسومة على 2. إذن 100 في 60 هي 6000 مقسومة على 2 اللي هي 3000 متر مربع. 3000 متر مربع هي ديال معين واحد، وحنا عندنا جوج ديال المعينين، إذن غناخدو هذيك 3000 وغادي نضربوها في 2، يعني المساحة ديال المعينين بجوج هي 6000 متر مربع. نمشيو دابا لشبه منحرف، إذا مساحة شبهي منحرف، إذا القاعدة ديال شبه منحرف هي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في الارتفاع مقسومة على 2. القاعدة الكبرى عندي هي 150، هذه القاعدة الكبرى ديال شبه منحرف الأول هي 150، القاعدة الصغرى هي 50. الارتفاع ما عنديش، إذا الارتفاع هنا ما كاينش، عندي غير القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى. كنلاحظوا على أن الارتفاع ديال هذا المضلع هذا من هنا لهنا 60، والنصف ديال 60 هي 30، إذا 30 غادي نعتبروها 30 كارتفاع لهذا شبه منحرف، إذا هنا 30 متر. بالتالي غتولي عندي 150 ديال القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى اللي هي 50 مضروبة في الارتفاع اللي هي 30 مقسومة على 2. 150 زائد 50 هي 200 مضروبة في 30 مقسومة على 2، إذن هنايا 200 في 30 هي 6000 مقسومة على 2 هي 3000 متر مربع. 3000 متر مربع ديال هاد شبه منحرف بوحدو، يعني إلا جينا نديرو نحسبو مساحة ديال شبه منحرف ديال هذا وهذا، يعني خصني نضرب في 2، بالتالي غتولي عندي 3000 غادي نضربها في 2 كتساوي 6000 متر مربع. هنا وضحت لي الفكرة، لأن باش غنحسب المساحة ديال هاد البقعة كاملة غناخدو المجموع ديال هاد المعينين بجوج
والمجموع ديال مساحه شبه منحرف، وناخذ لهم نديروا لهم عمليه زائد. اذا هنا مساحه البقعه الارضيه، اذا مساحه البقعه الارضيه هي اس تساوي هنا 6000 وهنا 6000، اذا غنديروا 6000 مضروبه في 2 اللي هي نرجعوا السطر هنا 12000 متر مربع. المساحة البقعة الأرضية هي 12000 متر مربع. نمشيو للتمرين الثاني أنجز العمليات في الدفتر وتتمم الجدولين. عندي هنا واحد الجدول فيه واحد المضلع مثلث، عندي فيه القاعدة والارتفاع والمساحة. إذا عطينا القاعدة وعطينا الارتفاع والمطلوب مني نخرج المساحة. والتمرين الثاني عطيني القاعدة وعطيني المساحة وما عنديش الارتفاع. اذا هنايا غنقومو بواحد ثلاثة ديال القواعد خصنا نكونوا عارفينهم، ان المساحة ديال المثلث هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. هذه الا طلبوا منا المساحة. الا طلبوا منا الارتفاع وعندنا طلبوا منا الارتفاع، عندنا المساحة وعندنا القاعدة. اذا غناخدو المساحة وغادي نقسموها على القاعدة وغنضربو في 2. إلا طلبوا منا نوجدو لهم القاعدة، إذا ب غناخدو المساحة ونقسموها على الارتفاع ونضربو في 2. هنايا هاد القواعد غادي نشوفوهم. إذا هنايا عندي القاعدة وعندي الارتفاع ونطلب مني المساحة، إذا غنوظف هاد الخاصية هادي. إذا هنا S تساوي 36 غادي نضربها في 25 وغادي نقسمها على 2. اذا 36 في 25 هي 900، غادي نقسمها على 2 غتعطيني 450 سنتيمتر مربع. اذا هنايا 450 سنتيمتر مربع. نمشيو للتمرين الثاني، عندي القاعده وعندي المساحه والمطلوب مني نوجد الارتفاع هذه. اذا هنايا عندي اش تساوي المساحه عندي هي 200، نقسموها على القاعده اللي هي 40 ونضربوا في 2. اذا 200 مقسومه على 40 هي 5، 5 غنضربوها في 2 غتعطيني هي 10، بالتالي هنا الارتفاع هو 10. الا بغينا نتاكدوا غادي نرجعوا للقاعده الاولى، يعني المساحه راهي الارتفاع، القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2، غنديرو هادي في هادي نقسمو على 2 ونشوف واش غادي تخرج لينا هاد الخارج ولا لا. التمرين الثاني عندي هنايا شبه منحرف، إذا 49 هنا 49 القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى فيها 21 والارتفاع فيه 18 والمساحة المطلوب مني نوجدها. إذا هنايا نفس الشكل اللي غنديرو هنا، خاصنا عندي واحد جوج ديال القواعد خصني نعرفو، أن المساحة ديال شبه منحرف هي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع مقسومة على 2. هادي لا قالوا لنا وجدي المساحة، إلا قالنا وجدو الارتفاع. إذا غناخدو المساحة ونقسموها على مجموع القاعدتين، يعني القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى ونضربو في 2. غنشوفوا شنو غنديروا هنا. اذا عندي القاعده الكبرى والقاعده الصغرى والارتفاع مطلوب مني ان نوجد المساحه. اذا غناخذ القاعده الكبرى شحال عندي هنا، عندي 49 زائد 21 مضروبه في 18 مقسومه على 2. اذا 49 زائد 21 هي 70، 70 غنضربوها في 18 ونقسمو على 2 غتعطيني 630 سنتيمتر مربع. اذا هنا 630 سنتيمتر مربع. التمرين الثاني عندي القاعده الكبرى وعندي القاعده الصغرى وعندي المساحه والمطلوب مني الارتفاع، المطلوب مني الارتفاع هذا، يعني هذه الخاصيه. اذا اش غنديروا الارتفاع، يعني غناخدو المساحة 1200
غادي نقسموها على مجموع القاعدتين اللي هي 63 زائد 37 وغادي نضربه في جوج. إذن هنا غتعطيني 1200 مقسومة 63 زائد 37 هي 100 مضروبة في 2. إذن 1200 هنا غتعطيني 12 مضروبة في 2 اللي هي 24 سنتيمتر. إذن الخارج هنا هو 24 سنتيمتر. بهكا نكونوا كملنا جميع التمارين ديال الصفحة 55، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.